الله يعينك يا بنتي على وجع قلبك اللي جاية. شو قلتي؟ راح منك الكتير ولسه راح يروح أكتر وأكتر. لا تزعلي يا بنتي، كله مقدر ومكتوب. بس أنا راح مني كل شيء خالتي، ما بقى عندي شيء أصلاً لحتى يروح مني. ما بقى عندي إلا نوح. رح يصير له شيء خالتي؟ يلي خبرتي لنوح مزبوط؟ دخيل الله قوليلي شو يعني وجع اللي جاي. قوليلي وجعك يا بنتي منك وفيكي.